السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبشركم بروكة ورمضان مبارك سعيد الله يدخل علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والهنا وطول العمر مرحبا بكم في قناة أمري ما ومرحبا بكم هاد النهار في فيديو جديد إن شاء الله هذا النهار غادي نقدم لكم معسلات من المعسلات الرمضانية الشباكية صراحة هذه الشباكية كتجي زوينة بزاف وهشيشة وطريقة ديال جد بسيطة غير ركزو معايا شوية سهلة جدا جدا ان شاء الله كنتمنى تنال اعجاب ديالكم وتجربوها وما تنساش دائما الاشتراك في القناة اللي مازال ما اشتركوش معايا يضغطوا على الزر الجرس و لايك و كومنتير الى عجبكم هاد المحتوى باش هكا كنعرف الاراء ديالكم ونتمنى تجربو هاد الشباكيه راه فعلا كتجي وصادقة هاد كتصدق بهاد المقادير مية في المئة مهمة على بركة الله غادي ندوزو المقادير انا البنات غير للتوضيح انا هنا غادي نستعمل جوج كيلو ديال الدقيق نتوما ممكن تقسموا المقادير على جوج ديروا غير كيلو المهم عندي هنايا جوج زلايف ديال الجنجلان محمر ومطحون جوج زلايف ديال الجنجلان محمر ومطحون وجوج لاف ديال اللوز محمر مطحون مزيان وزلافه ديال الزبده المذابه و4 الملاعق ديال النفع وحبت حلاوه وجوج بيضات وكاس ديال ماء وكاس ديال زيت روميه وكاس ديال زيت الزيتون وعندي هنايا خميرة المعجونة ديال الخبز مذابة في شوية ديال الماء وجوج ملاعق صغيرة ديال القرفة وجوج ملاعق ديال الخل والمسكة الحرة المسكة الحرة وعندي جوج ديال البيكين باودر او خميرة الحلويات من حجم سبعة غرام وعندي هنايا جوج كيلو ديال الدقيق كما قلت لكم نتوما ممكن ديروا غير كيلو وتقسموا كاع المقادير على النص على بركه الله غادي نبداو آه نجيبوا دقيق اولا ونضيفوا عليه الزنجلان واللوز اللي طحناه جوج لايف ديال الزنجلان وجوج لايف ديال اللوز وغادي نخدمهم مزيان مع الدقيق غادي نحاول نخدم هاد الجوج ديال نخدم هاد المكونات مزيان مزيان حتى كيدخلوا في بعضياتهم وكيولي غير الدقيق كيما كتشوفوا معايا غادي نخدم غير هكا بيدي مزيان تن يدخلوا مزيان في بعضياتهم صافي كنحصلو على بحال هكا بحال الدقيق يعني انا خدمنا فيهم اللوز والجنجلان مزيان مزيان وغادي نحاول الا بقاو فيه شي حبيبات كنحاول نفرت مزيان حتى كيولي هكا بحال الدقيق ونزيدو ربعه الملاعق ديال النافع وحبه حلاوه نتوما هنايا ممكن تزيدو حتى الزعفران الحر انا هن انا ما كيعجبنيش ما كنديروش في الشباكيه ولكن اللي كيعجبو كيبغي يقدر يزيد فيه الزعفران الحر انا ما كنديرهاش فقط كتعطي اللون الاصفر انا ما كنديرش فيه ونزيدو جوج ملاعق صغار ديال القرفه ونضيفو جميع المكونات خميره الحلوه نخلط نخلطهم مع هاد الدقيق ونضيف باقي المكونات زلافة ديال الزبدة المذابة كاس ديال ما زهر وكاس ديال زيت الرومية وزيت الزيتون وجوج بيضات هنايا من الافضل كنعزلوهم كل وحده بوحدها هكا باش نعرفوهم صالحين باش نتاكدوا متى ما شي بيضه خاسره ونضيفوا جوج ملاعق الخل وخميره الخبز اللي ذوبناها في الماء ودابا غادي نخلطو ونجمعو هاد المكونات كامله وانا كنحاول بحال اللي كنعجنها نجمعوها مزيان ونزيدو دابا شوية الماء دافئ الماء سخون باش نجمعها غير شوية بشوية غير باش نجمعوها نعود نزيدو شوية ديال الماء حتى نجمعوها وغادي نحصلو على عجين متماسك وغادي نقسموهم بحال هكا كما كتشوفوا معايا كويرات باش يسهل علينا نخدموهم وغنديروهم في واحد الميكا ديال البلاستيك ونغطيوهم مزيان ونخليهم يرتاحوا على الاقل نصف ساعه غادي نغطيوهم كاملين وحتى هادو غادي نديرهم في بلاستيكا ومن بعد نفس الساعه غادي نجيبو كرايه وحده وغادي نسرحوها على سطح العمل ونقطعوها على جوج ونجيبو بحال هاد المربع فقط باش كنقيسو العبر باش يجيو مقادين وحده بحال الاخرى القياسات كيجيو كي مقادين ما كتجيش وحده كبيره وحده صغيره اللي عندها بحال هاد المربع تعبر به اللي ما عندهاش دير عينك ميزانك ودابا كل مربع غادي نديرو فيه خمسة ديال الخطوط ثلاثة ربعة خمسة كل مربع غادي نديرو فيه خمسة ديال الخطوط في الوسط واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة نفس الشيء جميع المربعات غادي ندير فيهم خمسة ديال الخطوطة ونسد وداك فاللي اللي كيبقاو ليا غادي نحيدهم باش يجيو ليا كاملين مقادين وبحل بحل. ودابا ملي كنجيبو المربع الاول كنقلبوه وغادي نهزو نطويو جوج الاولانيين نقلبوها ونطويو عاوتاني على جوج ندورها عندي بحال هكذا وغادي نهز الطرف الاول والطرف الثاني ونلصقوهم غير بالصبع ديالنا شفتوا شحال ساهله غير التركيز نلصقوهم باش ما تفتحش وغادي نقلبوها على الجهه الاخرى صافي وحنا حصلنا على الشكل ديالنا باسهل طريقه وبسيطه جدا كما كتشوفوا معايا البنات ما فيها لا ندوروها على الصبع ديالنا ولا نحسبوها ولا حتى حاجه غير شويه التركيز فقط على سطح العمل ما كنهزوهاش وكتجي غادي نعاود معكم واحدة اخرى نهزو المربع نديرو على الوجه الاخر ونهزو جوج نطويوهم على جوج في الوسط نقلبوها ونطويو عاوتاني على جوج وغادي ندورها عندي وصافي مش تسهال عليا نهز الطرف الاول والطرف الثاني نلصقوهم بالصبع ديالنا شويه مزيان باش ما يتحلش ونقلبوها صافي وهذا هو الشكل ديالها وكنقادوها غير بيدينا بحال هكذا الى هكا الى تلصقات كنجيب واحد الموس وغادي نحاول غير نفتحهم باش ملي نقليوهم ما يلصقوش نحاول غير نفتحهم شويه بهاد الموس هكذا كما كتشوفوا معايا ما فيها حتى شي صعوبه وساهله وكتعطي واحد الشكل زوين بزاف كيجيو مقادين بحال بحال والشكل زوين وحتى في المذاق صراحه رائعه وغير جربوها ما غاديش تندموا هذا هو الشكل ديالهم كما كتشوفوا معايا كيفاش كيجيو ساهلين ودابا غادي نكونوا سخنا وجدنا اه في طنجره ولا الزيت تكون سخونه بزاف وتكون شويه كثيره يعني تكون شويه عامره وتكون سخونه بزاف وغادي نديروهم فيهم ونقلبوهم حتى يتحمروا من بعد ما كنحيدوهم الزيت مباشره كنديرهم في العسل وكنقلبوهم عاوتاني شويه في العسل وكنحيدوهم غادي نرشوا عليهم شويه ديال الجنجلان للتزيين وكان خليوهم يبردو وكان يقدموهم بالصحة والراحة هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي كي رائعين في المذاق وحتى في الشكل وساهلين الطريقة ديال التشباك ديالهم راه ساهلة جدا ودغيا كنساليوهم دغيا تساليوهم ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليها في الكومنتير أتمنى لكم التوفيق ان شاء الله جميعا وشكرا على المتابعه الى فيديو قادم ان شاء الله